خبيرة التجميل والمسرح ميسون هلال، وهلا رح اعلمكم كيف بيكون شعركم كيرلي بالبيت ولحالكم. خلينا نشوف. اول ستيب بنفرق على النص، بنبلش نقطع الشعر بالنص، ناخذ اول خصلة، نعملها لجوا، ننتبه ما نحرق الجبهة، ننطر 10 ثواني وبنسحبها. بنحط الفيوز، بعدين بنبلش نفرق. نرجع نظبط الفرق منيح، خلي تحت نلفش شوي هون، وهون احيانا بيكون عند الستات بيكون في فراغ، بهيدا الفراغ فينا نعبيه بآي شادو بالماي. وهيك بنكون خبرناكم اليوم وعلمناكم كيف ممكن تعملوا الكيرلز بالبيت ولحالكم، وحد رح يساعدكم.